السلام عليكم. نبدأ الآن في حل اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: ألون المعلومات التي أجدها في بطاقة المدرسية. لدينا اسم أبي، لقبي، عنوان جدي، مكان ميلادي، اسمي، عنواني، وصورة المديرة. اسم أبي ليس موجود في بطاقة المدرسية، لا يوجد في بطاقة المدرسية، لا ألونه. لقبي يوجد في بطاقة المدرسية، لقبي، ألون لقبي. عنوان جدي، لا يوجد عنوان جدي في بطاقة المدرسية. مكان ميلادي، يوجد مكان الميلاد في البطاقة المدرسية، لن ألون مكان ميلادي. اسمي يوجد في بطاقة المدرسية. عنواني يوجد عنواني في بطاقة المدرسية كذلك. صورة المديرة، لا توجد صورة المديرة في بطاقة المدرسية. إذن أراجع: يوجد لقبي، مكان ميلادي، اسمي، عنواني في بطاقة المدرسية. التمرين الثاني: أجيب بصحيح أو خطأ. أولا: أشوش في القسم لأنني أحترم معلمتي. جيد، خطأ: لا أشوش في القسم لأنني أحترم معلمتي. نكتب خطأ. أستأذن والدي إذا أردت الخروج. أحسنتم، صحيح. يجب أن أستأذن والدي إذا أردت الخروج. أتحصل على بطاقة المدرسية من المستشفى. أحسنتم، خطأ. أتحصل على بطاقة المدرسية من المدرسة وليس من المستشفى. أنجز واجباتي دون كسل. أحسنتم، صحيح. يجب أن أنجز واجباتي دون كسل. أراجع: أشوش في القسم لأنني أحترم معلمتي، خطأ. أستأذن والدي إذا أردت الخروج، صحيح. أتحصل على بطاقة المدرسية من المستشفى، خطأ. أنجز واجباتي دون كسل، صحيح. التمرين الثالث: أربط بين شطري الجملة. لدينا الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد. لدينا 25 مارس 2010، الجزائر العاصمة، محمد وبن مهيدي. لدينا الاسم مع من نربطه؟ أحسنتم، الاسم محمد. اللقب، جيد، بن مهيدي هو لقبي. تاريخ الميلاد 25 مارس. أحسنتم، 25 مارس 2010 هو تاريخ الميلاد. مكان الميلاد، أحسنتم، الجزائر العاصمة. نراجع: الاسم محمد، اللقب بن مهيدي، تاريخ الميلاد 25 مارس 2010، مكان الميلاد الجزائر العاصمة. التمرين الرابع: أحوط الجواب الصحيح. ألوان العلم الوطني هي الأزرق، الأحمر، الأسود، الأخضر، الأصفر، وكذلك الأبيض. إذن ألوان العلم الوطني هي الأزرق، خطأ، الأزرق لا يوجد. الأحمر، جيد، الأحمر هو لون من ألوان العلم الوطني. لدينا الأسود، لا يوجد، أحسنتم، لا يوجد اللون الأسود. الأخضر، جيد، الأخضر يوجد في العلم الوطني. الأصفر لا يوجد، أحسنتم، إذن لا أحوطه. الأبيض، جيد، الأبيض يوجد في العلم الوطني. يتوسط العلم الوطني نجمة وهلال. أحسنتم، إذن نجمة هذا الشكل يوجد في العلم الوطني، إذن أحوطه.
لدينا هلال أيضا يوجد في العلم الوطني، أحوطه كذلك. القلب لا يوجد، والمثلث يوجد. أعيد وأراجع، ألوان العلم الوطني هي الأحمر، الأخضر والأبيض. يتوسط العلم الوطني نجمة وهلال. عنوان النشيد الوطني مدرستي قسما الغميضة. الإجابة الصحيحة هي جيد قسما، أحوط على قسما. إذن عنوان النشيد الوطني هو قسما. الوضعية الإدماجية، أخطأ زميلك في ترتيب هذه الكلمات، ساعده في ذلك ليحصل على جملة مفيدة ويكتبها. لدينا الكلمات المهذب، الآخرين، عند لقائهم، التلميذ، ويحيي. نرتب الكلمات. أول الكلمة هي أحسنتم، التلميذ، التلميذ، التلميذ. بعدها جيد، المهذب، التلميذ المهذب، أحسنتم. بعدها أحسنتم، يحيي، يحيي، عفوا ها هنا، التلميذ المهذب يحيي، أحسنتم، الآخرين، أحسنتم، الآخرين. التلميذ المهذب يحيي الآخرين. بعدها جيد، عند لقائهم، عند لقائهم. نعيد الجملة، التلميذ المهذب يحيي الآخرين عند لقائهم. وهكذا نقول قد انتهينا من حل الاختبار. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد إن شاء الله، وإلى اختبار قادم، والسلام.